يقول أؤدي الحج باستمرار ويحدث أن أتشاجر مع زوجتي أثناء الحج لأسباب بسيطة، فأدعو الله في الحج بأن يرزقني خيرا منها وأن يفرقنا وذلك أمامها، هل هذا من الجدال في الحج ويؤثر على الحج وهي على خير وصلاح؟ عليكما بترك الجدال. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عليك أنت وياها بترك الجدال، وما مضى يعفو الله عنه. عليكم بترك الجدال في المستقبل وما مضى يعفو الله عنه، وعليك أنك تصبر عليها. المرأة لابد فيها من شيء من الاعوجاج، ولابد فيها شيء طبيعتها كذا، عليك أن تصبر عليها. نعم.